بالدوام مثلا، الله يسطر سامعك. بالمدارس الطالبات يطلعون إشاعات عن صح نبلات، صحيح. وايد في أشياء مو زينة صراحة قاعد تطلع، يعني ما أدري أنا ما أيد هالشيء. زين، ما مرت عليك إشاعة أنت يعني تذكرينها بالضبط؟ لا يعني حقي لا، بس يعني نسمع بإشاعات الفنانين بس كذي. زين صراحة وايد برنامجكم صراحة رائع جدا، الله يخليك، وأنا مشكور. هنيكم على هالبرنامج. بس بسألك شو اسمه، انتوا كل يوم يحطونكم؟ لا احنا برنامجنا كل خميس ويمعة بالويكند الساعة 1 بالليل، أو على قولتهم الواحدة بعد منتصف الليل أو صباحا. ايه وشنو بتحط الأغنية الجاية؟ الأغنية الجاية بما أنك أنت جرحت قلبي أصوات، لا بس خلينا نغيرها. ها شو رأيك؟ في إيه عفوا حمد، شوف شوف أغنية أنت اختار. بعد إذنك يا جاسم، في إيه حمود ناصر وفي الأخوة، تنقين أي واحدة فيهم أنا بدلعك. حمود ناصر خلاص يلا. زعلان؟ احب اهديها نعم. حق اهلي ورفيجاتي وحقكم طبعا وطاقم البرنامج كله، صراحة تسلمين، برنامج مشكورة. وايد وايد رائع. الله يخليك، الله يسلمك، وبس يعطيك العافية، ومشكورة يا هيا خالد، مشكورة، يلا حياك مشكور. الله، يا هلا فيك. اهم شيء القطار هذا فاتنا. طيب حمود ناصر، على ما جهز اغنيه حمود ناصر عندي اهداء ان شاء الله. ان شاء الله لحظه، ما تبي اهداء حق مصر؟ لحظه. لا يبي خلي ابو الشرقيه، مربت لا خليها تشلت للشرقيه. تشلت طبعا شرقية. عندي اهداء من ام شهد بمصر، تهدي الى جميع ستاف الشهاده فهم، تقول الله يعطيكم العافيه. زين هي اكيد راح تقولها كذي، تقول انا من يعني تربيه الكويت وايميل طويل عريض، لكن الخلاصه ان حبت برنامجنا وقاعد تتابعه، والله يعطيك العافيه يا مشهد على تواصلك، ويا ريت لو تكلمينا وايد 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 احسن. هي قالت راح تجي من السفر، بس بتجي برمضان راح نكون موقفين البرنامج، وراح نذيع عن البرنامج الجديد ان شاء الله قبل مفاجأة مفاجأة اي بنخليه. مفاجاه قبل اي رمضان ان شاء الله راح نذيع عنه. ونعم شنو اي حمد جاسم؟ بنفاجئ ان شاء الله مشاهدينا، ما راح نتكلم. اي يعني ايش ضحكنا. سويت يعني حمد قاعد يسوي يعني لا حمد الله، جاسم يعني حمد جاسم ضيعت يا انا حمد الهنيدي يا جاسم قاعد الباوي. اشيك على الايميلات اللي يخليك ربي بلاكت، ما ادري ايش تسوي زين. مخرجنا. عندي اهداء من بعد انك تفضل روح، انا قاعد مخرج اشيك على بعد الايميلات. انك حمود جاسم، اهداء من عقيله الى برنامج شهاده اف ام طبعا محدده، ومن فاطمه الى جميع الاصدقاء والاهل طبعا كلهم من المملكة العربية السعودية، أحييهم. وإهداء من أهل المغرب من سناء إلى شاهدة في أم أيضا، طبعا هي محددة فئات، أنا لازم أشمل الكل. نعم. وفي عندي طبعا إهداء خاص أقدمه لكل أصدقائي وحبايبي بالفيسبوك وجميع مشاهدينا وقاعد يتابعنا، ونسمع أغنية حمود ناصر زعلان نرجع.
نسيت نفسي معه بس ما تنسيته وهو ولو عني أبعد على مجنوني تركت كل الخلايق لجله جيته ويرى ولا هز شارة داخل جوني في وسط عيني نام وبجفني غطيته واللي غفى عني أشواقي صحوني كتبت حب يصد على أتفه الأسباب صدقوني رخصت له كل شيء غالي وأغليته مهما يعذبني معانا اتصال رغد ألو ألو حياك الله رغد هلا والله الله يحييكم شخباركم والله تمام الحمد لله شلونك انت شو مسوين والله تمام الحمد لله رب العالمين الحمد لله شو رايك ببرنامجنا رغد والله حلو ينن ما قصرت عيونك الحلوة عزيزتي ونشرف باتصالك الصراحة مشكور ما تقصر حياك الله موضوع اليوم يا ريت تشاركنا فيه إشاعات وقيل وقال يعني والله ما أيده إيه ما أيده لأن يشوه سمعة الشخص حلو زين إيه وأنا يعني صار لي موقف أيام الدراسة حلو كنا بامتحانات الفاينل وصديقتي دقت علي قالت إن رفيجتي الثانية مسوية حادث وما تقدر تمتحن فيعني بعدين طلعت يعني إشاعة وكذي إنزين إشاعة بس تخرع الإشاعة بعد يلا إن شاء الله الله يكفيكم شر الحوادث وعاد عسى شو اسمه عادة امتحانها لا طلع كله إشاعة يعني إشاعة أوكي أنا صدقتها بعد تصدقين اي كذي السالفة صراحة اتصالك وايد حلو وشرفنا طبعا سمع صوتك عندنا اغنية طبعا معلش مخرج لان البنات ما عندهم الاصوات وهذا فعندي اغنية الاخوة عجيب تهدينها حق منو اهديها طبعا اول شيء حقكم ما قصرت وحق المشاهدين كلهم وانا حيل حيل معجبه فيكم مشكوره ما قصرت الله ما قصرتي حياك الله يا رغد الصانع الله يحييك حياك الله عزيزه وغاليه مع السلامه اتصال الو من معي عطور صباح الخير صباح النور والنوير حياك الله عطور يعطيك العافيه الله يعافيك عزيزه وغاليه شلونك شلونكم تمام والله الحمد لله احنا زينين تمام ماشي الحال على قولة الجسمي شلونكم على الإشاعات والله واحنا